باشمهندس ايمن، في البدايه لجنه الاستثمار وتنميه الموارد صح صميم عملك في نادي الزمالك. انا سمعت لك لقاء تلفزيوني قلت ان نادي الزمالك ده زي جوهره بس محتاج ننفض من عليه تراب. هل نادي الزمالك يساوي فلوس كتير قوي؟ نادي الزمالك يعني يساوي فلوس او قيمته اللي موجوده في السوق بالنسبه لي زي قيمه مثلا، عشان ندي اكزامبل كبير، مش عايز اقول، بس زي قيمه مثلا ماركه من ماركات العربيات اللي هي بقى لها 150 سنه. انت اول ما بتسمع الماركه دي بتشوف هي قيمتها قد ايه في ذهنك. طب احنا عندنا بقى براند تاني او ماركه تانيه عندها متابعين ومشاهدين ومحبين وداعمين في كل العالم، مش هقولك العالم العربي، في مصر والعالم العربي وكل العالم. انا مفيش حتة رحتها حتى لو حتة ما فيهاش مصريين كتير بيبقى فيها زملكاوية برضو في ابعد حتة العالم. فاحنا بنتكلم على حاجة ذو قيمة كبيرة جدا جدا جدا. وحتى انا ما كنت بقول احنا بس ننفض عليها التراب زي الالمازة، انا متهيالي اللي المجلس عمله النهاردة هو والمجهودات بتاعة اللجنة اللي هي بتاعة تنمية الموارد والتسويقية، انا متهيالي التراب فعلا تنفض من عليها، والفترة اللي جاية احنا هنشوف القيمة اللي احنا بنتكلم عليها دي هتطلع وهنعرف قد ايه ان ما في عندناش حاجة في مصر اسمها مشكلة فلوس او حاجة او حاجة ليها دعوة بالنادي. النادي ممكن يبقى عنده فلوس اكتر ما هو يبقى محتاجها، ويقدر يدعم دايما المواهب الجديدة ويدعم الاشبال، ويبقى عنده حاجات كتير جدا جدا تبقى تنعكس لمصر في كل الرياضة، الكورة والرياضات الأولمبية كلها، إن احنا يبقى عندنا بطولات كتير جدا. كابتن حسين لبيب النهارده كان بيقول معظم اعضاء لجنه الاستثمار وتنميه الموارد ما بيحبوش يتكلموا ولا يتقال اساميهم. هل شايف فعلا يا باشمهندس ايمن ان الزمالك رايح نحو المؤسسيه والكل شغال بحب؟ بص حضرتك، هو الموضوع كله ابتدى ان الكابتن حسين لبيب، وحتى كان في مثال برضو ان اللي حصل في الانتخابات والكابتن احمد سليمان وكده، ان في الاول الناس شالوا الشخصنة من الموضوع. النية كانت بجد ناس محبين لحاجة، ونيتهم كانت ان هم يرجعوا الحاجة دي للحاجة اللي هم زي ما هم شايفينها احسن، تبقى احسن حاجة، يعملوا لها احسن حاجة. فما النية دي وصلت، كل الناس اللي بتساعد النهاردة عندها نفس النية دي، فمفيش حد عنده اي حاجة تانية ليها دعوة باي حاجة غير الكيان وغير حبه للنادي. اخيرا شفت ازاي رسالة النهاردة المهندس ممدوح عباس؟ والله طبعا يعني انا عايز اقول لك هم اخوات وعلاقة بتمتد وحب بيمتد على حاجة معينة، طبعا حب شخصي وحب للنادي ومشوار طويل جدا. والوالد يعني انا ما شفتش حد عنده وفاء لحاجة وعنده اصرار، يعني انا بتعلم منه دايما الموضوع ده، ان انت النهاردة ما يبقى عندك قضية تفضل وراها طول الوقت ما تسيبهاش، حتى لو انت واقف لوحدك في القضية دي قدام كل الناس ساعات يبقى تبقى انت لوحدك بس تكمل طالما انت قضيتك على حق. فدعمه اللي هو بيعمله وهو اول اكتر واحد، هو ما بيتكلمش ولا انا حتى بعرف هو بيعمل ايه للنادي، ولكن انا عارف ان هو كل يوم في حياته ملف النادي ده زيه زي ملف الاسره وملف الشغل. الاستاذ ممدوح بس اتظلم، الاستاذ ممدوح اتظلم. لا لا لا، ما قبل نادي الزمالك، لا لا، ما فيش حد بيتظلم، ما فيش حد بيتظلم. الدنيا في الاخر ما فيش حاجه اسمها حد اتظلم وحد ما اتظلمش، الدنيا في الاخر قيمته كبيره جدا عندي وعند الناس اللي هي عارفه قلبها عامل ازاي، الناس اللي بيوصل لها الحقيقه. انما الباقي ده في الاخر الموضوع بيبقى عبارة عن انت النهاردة بتشوف اللي انت عايز تشوفه، فانت النهاردة شايف بني آدم بتشوفه من جوه قلبك، مش بتشوفه من عينيك. شكرا.